لي الأرفغ وجامع الأشياء والمفرغ ذي النعم الكثيرة والحكم البهيرة الغزيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الغرشي الخاتم وآله وأصحابه الحائزين مراتب الأفخار. اعلموا إن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن ويوصل العبد إلى المطلوب وينير الأبصار لذي الغلوب. أما بعد، طلاب جامعة السودان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحول الله سبحانه وتعالى وقوته نقف مع آية من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العلامة ابن كثير يأمر تبارك وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات والآنات، هو المستحق للعبادة. ولذلك يأمر تبارك وتعالى عباده أن يعبدوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: حتى جلس يسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ بعلم من السائل. والساعة دي الجماعة دي شايفينهم أتباع ترابي بينكروا علاماتها، جايك لهم شوية كده إن شاء الله. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. قال: أن ترى رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. نقف مع أول الحديث ومع الآية ونجي إن شاء الله للشعبين دل ما بنخليهم إن شاء الله. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بعلم وبصيرة، وأن لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات وغيرها من المحدثات الأمور. ومن فوائد هذه الآية أن الشرك حرام غليله وكثيره، وأن الشرك يحبط العمل. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن عن 18 نبي. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أول حاجة يا طالب تعرفها إن الشرك يحبط العمل. مهما عملت من الأعمال الصالحات وأشركت مع الله سبحانه وتعالى
في ملكه أو في شيء من خسائسه فيحبط عملك والعياذ بالله. لذلك نحذر المسلمين من أول شيء يدخل الإنسان النار. والدنيا كما تعلمون فانية، عليك يا عبد الله أن توحد الله سبحانه وتعالى. وربنا في هذه الآيات السابقة يخبرنا عن 18 نبي أنبياء لهم أعمال صالحات ولهم أعمال زكيات وبعد. ولذلك ربنا يحذرهم من الشرك، قال لهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء أنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض، هم الذين يأمرون الناس بالخير وينهون الناس عن الشرك من باب أولى المسلمين وأتباعهم. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة إلى التوحيد، إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يجدهم دعائي إلا فرارا. إن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عنهم دعاهم ليل ونهار ولم يستجيب له إلا قليل. ولهذا تجد الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء غلة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني مهما كان ما شوف الناس الكتار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مهما قدرتم لن يغلبوا الحق أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وربنا سبحانه وتعالى قال يجادلونك بالحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. لذلك عليك يا طالب أن تعبد الله سبحانه وتعالى بعلم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة الكرام. ربنا سبحانه وتعالى قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم ولا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بشريات من الله سبحانه وتعالى للذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وويل والعذاب للذين يخالفونهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاغر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعنوان المنبر الليلة الطرق والجماعات ومع من أكون. كل جماعة سمت نفسها بجماعة أول شيء وقعت خالفت كلام الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ندعوك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أجر ولا نوال، إنما هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. فرصة مفتوحة للحوار والنقاش. شعبيين، شعبي وين؟ شعبي بالخلا ليبيا. فرصة مفتوحة للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة. ما في نواصل إن شاء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثر، ومنهم من عبد اللات ومنهم من عبد العزى ومنهم في السودان من عبد البرع والمكاشفي وغيره، وكله بالوثائق والأسانيد إن شاء الله.